Mosaïque FM Podcast Sport Express. الستة وثلاث دقائق في موزايك FM. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس. أقل من ساعة عن ضربة البداية للقاء القمة للقاء الحاسم الترجي تيفي مازامبي لحساب إياب الدور نصف النهائي لرابطة أبطال الإفريقية مباشرة من ملعب رادس اسكندر إبراهيم وأجواء ما قبل المباراة. اسكندر مرحبا بك عبدو. كما قلت أقل من ساعة باش تبدأ المقابلة هذه المقابلة المهمة للترجي اليوم ضد تيفي مازامبي إياب نصف نهائي الشامبيونز ليغ الإفريقية. مقابلة كما كنت أحكي مقابلة للحسم بالنسبة للترجي، مقابلة إن شاء الله ترشح للنهائي الثالث على التوالي النهائي الإفريقي بالنسبة للترجي النادي التونسي. اليوم المقابلة هذه بالتشكيلة اللي كنا أعلنا عليها من اليوم الصباح، معز بشريفية بتكون اليوم في الكاج، على يمين الدفاع سامح الدربالي، على اليسار خليل شمام في المحور، وليد الهجري، محمد بن منصور في وسط الميدان، نلقاو حسين الراكد وحده خالد مولي، ومعاهم كريم العوادي المفاجأة بالمقابلة هذه بما أنه كان مصاب وحضر كان في الوقت الأخير. على يمين ونلقاو في الفاز أوفنسيف أفول أريسون أفول الغاني، يوسف الساكني على اليسار، وقلب الهجوم باش يكون الكامروني كالعادة يانيك جوزيف بنانجانج. دونك المقابلة في زفرة كما نعرفوا الكامرون أو السنغالي بدرجة. بالنسبة للتشكيلة نتاع تيفي مازامبي مازلنا كي تحصلنا عليها توا، عبدو في حراسة المرمى باش يكون كيديا با في الدفاع، معها كيم واكي كاسوسو لا موكوتوتا رقم 8، ما بين فوتو تاوري باش يكون رقم 10، رقم 14 سينكالا، رقم 16 يكون ساماتا اللي موجود على المندين، معها ميموندي في الهجوم، نقاو زادا ناغاسانيا وجوزا تيسو كما عاودنا نقولوا السنغالي جاتا باش يكون حكم المقابله. بالنسبه الاجواء ما قبل المباراه كما قلت عبدو، احنا خلينا نقولوا اللحظه هذه بالذات دخلنا للملعب تاع رادس كانت اجواء كبيره برشا في الطريق اللي ادي يعني الملعب هذا ملعب رادس ملعب المقابله، اجواء كبيره في جمهور الترجي كنا عشناها في الطريق ان شاء الله نعيشوها زاد اليوم في الساد اللي حتى توا موجود تقريبا 20,000 متفرج باش يكون ان شاء الله مع بدايه المقابله تقريبا في حدود ال 25 و30,000 يعني متفرج حاضر في المقابله هذه. فما اغنيه اونتر بارونتيز يقولوها يعني جمهور الترجي عبد يقولوا رايحين معاك لل 90 يا ترجي، ان شاء الله يكون معاهم اليوم الجمهور رايح لل 90، ان شاء الله تكون الامور 5-5 بالنسبه للروح الرياضيه، وان شاء الله للترجي يروح ويشد الثنيه نتاع الفينال فينال الشامبيونز ليغ ان شاء الله الثالث في تاريخ او الثالث على التوالي بالنسبه للترجي ان شاء الله. وان شاء الله بالنسبه للترجي ان شاء الله فرحه كبيره، وخلي الجماهير تغني. ان شاء الله زينه، وان شاء الله بالتوفيق لممثل كره القدم التونسيه، ان شاء الله بالانتصار، ان شاء الله بالتاهل الى الدور النهائي. نذكر نقل مباشر للمباراه وثالوث متواجد على عين المكان ورباعي كامل، يانوس ليما سمي على مستوى الاخراج، حيدر وفهمي على مستوى النقل المباشر للمباراه، واسكندر بالنسبه للتصريحات وكواليس اللقاء. نمشي إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب، وحدث كذلك منتظر على المستوى العربي، النادي البنزرتي الرجاء البيضاوي المغربي كأس الاتحاد العربي بعد تقريبا أقل من ساعتين. مبعوثنا الخاص مراد دلاجي وآخر أخبار سيابي قبل ضربة البداية. مراد عبدو مرحبا بك. مازال أقل من ساعتين يفصل عن انطلاق الموعد الهام النادي الرياضي البنزرتي الذي يواجه الرجاء البيضاوي على معشب مركب محمد الخام. النادي الرياضي البنزرتي كان تحول يعني منذ تقريبا ساعة إلى الملعب مصحوب بالجماهير نتاعو الرائعة برقم 12، عدد هام من الأحباء تحولوا يعني إلى الملعب في انتظار صافرة البداية. تشكيل نادي الرياضي البنزرتي اليوم باش تكون على النحو التالي: فاروق بن مصطفى حارس المرمى، حسين الحاج مبروك، حمزة المثلوبي، فخر الدين الجزيري، محمد الخضيري في الدفاع، قدامهم محمد سلامة، أحمد الحران، وحسام الزيري ثلاثة بيفوات، قدامهم يوسف أولقاو بعد حسان الحربية وعبد الملك الزيايا. بالنسبة لتشكيلة الرجاء البيضاوي مبدئيا يعني محمد فاخر باش يعتمد على تشكيلة تانية: خالد العسكري في حارس المرمى مع عادل كروش، أمين البايتي، محمد أولاش، محسن متولي، كوكو جويهي، فيفيان مبيدي، عبد الإله فايفي، عادل الشاذلي، رشيد سليماني، وشمس الدين القشطبي. بالنسبة لطاقم تحكيم مباراة هذه، طاقم تحكيم جزائري عينه الاتحاد العربي لكرة القدم يتكون من حكم الساحة جمال حمودي، وسعيد وعبد الله العماري، محمد البشيري، الحكم الرابع عبد الحي شتالي، ومندوب مباراة
محمد أحمد وفيق إدارة تنظيم المباراة هذه خاصة 30,000 تذكرة يعني الأحباء مختلف يعني نصوص فرق أحباء نادي بنزرت اليوم شكاوا روحهم مدعومين بأنصار الوداد الغريم التقليدي للرجاء. أسعار التذاكر خلي نقول خلي الجمهور يأخذ عليها فكرة 30 درهم مدرج مكشوفة 60 للمنصة المغطاة و100 درهم للمنصة الشرفية. يا عبده مراد وأكيد باش تكون معنا في نقل مباشر للمباراة ولأحباء نادي البنزرتي. آخر النتائج على المستوى الأوروبي، واليوم في إنجلترا فوز عريض لتشيلسي أمام توتنهام 4-2، فوز مانشستر سيتي على ويست بروميتش 2-1. في الليغا، في الليغا الإسبانية، مالاغا فاز على ريال فالادوليد 2-1، ووقتيا ريال مدريد يتقدم على سالتا فيجو 1-0. بالنسبة للكالشو، اليوفي نابل في قمة الجولة متعدين 0-0، وفي السهرية 8-4 لازيو مع الميلان. أيضا في البطولة الألمانية، وفوز عريض للمتصدر بايرن ميونخ على فورتونا دوسلدورف 5-0، والديربي الديربي اللي جمع بروسيا دورتموند مع شالك، والفوز لشالك 2-1، أول فوز من عام 2009 بالنسبة لشالك. مدعي كفام بودكاست.